اهلا بيك يا استاذ احمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد، سؤالنا النهارده، هل انت كمواطن مصري قلق ام لا؟ انا كمواطن مصري قلق حبا في بلدي، وليس قلقا في عليها، حبا في بلدي. تمام. فالانسان فينا ممكن يكون قلق على حاجه، زياده حبك لبلدك او حبك للشيء ده بيخليك قلق عليها. صحيح. بس انت أنا ليه قلق بقى؟ انت ليه قلق؟ لا بص يا استاذ احمد، انا طالما بلدي بشوف، بلاحظ على مصر حاجه غريبه جدا في البلد دي. بلاحظ ايه يا استاذ احمد؟ بس اديني المجال اتكلم. طب انا ساكت اهو. بلاحظ تمام يا بيه. اتفضل. بلاحظ ان الواحد بيشعر ان في ازمه بدات تحصل في مصر. سبحان الله، نجد انفراجه غير عاديه، نجد الناس تتوتر من القلق، الحق الدولار ولع، الحق الاسعار حصل فيها كذا، بعد شويه ما بتاخدش وقت بنلاقي الامور بتعود بشكل جيد. ودايما كنت وانا صغير اقول ايه، هو ليه دايما الناس بتقول مصر محروسه؟ ايوه، يعني هل كل واحد دايما حبا في بلده يسميها محروسه، ولا احنا كمصريين عندنا دايما افراط في حب البلد فبنقول مصر محروسه؟ لما كبرت فهمت معنى العباره دي، فعلا البلد دي هتنيها محروسه. يا رب، ربنا يا رب يحرسها ويحفظها بحفظه يا رب دائما وابدا يا رب العالمين. احنا بخير، فصلت عليا يا استاذ احمد؟ لا انا، انت بتقول فصلت عليا وانت على الهوا، ده احنا سامعينك اهو، انت وانت طيب بتقول بس ما انا فصلت لقيت عليا. الصوت. لا اوام كده اهو، انا اوام كده اهو، غلطت. بتتهمنا يا استاذ محمد، ده انت بتقول على الهوا والناس ما فيش سامعاك اهو. اتهام يا استاذ احمد، نعم انت عارفني كويس، انا في خط مختلف عن الخط بتاعك، ولكن انا ما قلتش حاجه، انا ما قلتش طب حاجه. نعم، انا محترم ده جدا وبسمعك الله يخليك. فمصر وعارف مصر اخر مره انت قلت لي ايه، وانا سايبك برضو بتتكلم اهوت على الهوا، لان انا ما عنديش لا عداوات ابدا، مع حد ولا عندي خصومات مع حد، انا البرنامج ده ابدا معمول عشان نسمع المصريين في الخارج والداخل ومع وضد، طالما مصري بيتكلم بوجهة نظر على دماغنا ويقدر ونسمع وجهة نظر. اتفضل يا استاذ محمد. كلام سليم. مصر يا استاذ احمد بكرر لك، مصر هتظل بخير. يا رب. مصر عدت من تحديات جامده جدا كان يصعب على اي بلد تعديها، ولكن مقوله ان مصر محروسه بقول لك حتى ايه، انت انها بدات معايا المكالمه بحته بصراحه اثرت فيا جدا، قلت لي اللي بيحب حد قوي بيقلق عليه ويتمنى ان هو ربنا يعني يحافظ عليه ويحفظه. انا في راشز جنبي بعرضه دلوقتي، وفيديو اهو، فيديو يعني شايف طبق الفول والمغرفه وهي بتحط كده على عربيه الفول، انا نفسي اقف على عربيه الفول دي يا استاذ محمد وارجع اكل الطبق ده بالزيت الحار والطحينه بتراب مصر، بهواها بجوها بكل حاجه، مره واحده بس في حياتي تضمن لي اروح ومحدش يقبض عليا. ألبي لك الطلب ده يا استاذ احمد؟ والله يا ريت، انا بقى بطلبه منك ألبي على لك الطلب؟ مباشره اهو، تضمن لي اروح اكل طعميه السخنه واقف اسمعني على عربيه الفول واستمتع حبيبي، كده في بلدي؟ اسمعني يا استاذ احمد، اتفضل اسمعني يا استاذ احمد، اتفضل. هقول لك، هلبي لك الطلب، وانا فاهم جدا سيكولوجيه الشخص المغترب. انت يا استاذ احمد عندك 2 اغتراب مش اغتراب واحد، يعني انا راجل مغترب في السعوديه، استطيع طواعيه اذهب الى مصر من بكره. ايوه. حضرتك لا، وضعك شويه مختلف. ليه بقى؟ فبالتالي حبك لبلدك طاغي بزياده، لان من منطلق ان الممنوع مرغوب. يعني عشان حبي طاغي بزياده ما اقدرش انزل مصر اكل طبق فول في بلدي وسط اهلي، لا ما انا هوكلك وانزل احلى كده طبق على فول. رجل امي ابوسها اللي وحشتني بقالها 9 سنين دي وعيانه عايز اشوفها، عايز اطمن عليها وابوس ايديها ورجليها وبعيش في بلدي كده وعادي، يعني انا هقول بتكلم في لك مصر. تعمل ايه؟ اقول لي يا باشا. انت بتتكلم كلام 10 من 10. هقول لك تعمل ايه بقى؟ اتفضل. اقول طبعا اتفضل. تمام. من بكره
احجز تذكرتك وتوكل على الله على مصر. صحيح وانت نازل المطار انت بص انت بتسلمني تسليم اهالي. ماشي يا حاج محمد كده ده عشان فيك وعمال اقول لك طبق فول وطعميه. انت كده عايز ناكل عيش وحلاوه بقى. لا 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 طب ما هكمل لك يا استاذ احمد. كمل يا باشا دقيقه واحده بس. كمل اتفضل. هتحجز تذكرتك، هتتوكل على الله، هتنزل مطار القاهره. هيوقفوك في مطار القاهره. وماشي. انت راجل بتقول انا ما عملتش حاجه غلط في بلدي، تمام؟ اثبت هذا الكلام وانت براء. وبعدين اصل الغربه لحد امتى حتى انك مغترب؟ بص يا حاج محمد، انا اقول لك اخر الاقتراح اللي انت قلته ده. انا هنزل فعلا مطار القاهره، هيوقفوني في المطار، هياخدوني زي ما انت قلت كده على امن الدوله. انا في الطريق وانا معدي لو لمحت عربيه فول هستاذن بس من السواق، انزل اكل طبق فول ونكمل بقى الرحله مع بعض، مش مشكله. مش هيسمحوا لك يا باشا. حتى طبق الفول مش هيسمحوا بيه وعايز ننزل. ماشي يا حاج محمد، انا بشكرك شكرا جزيلا. وانت بس منك اتكلمت في العاطفه والبلد، فانا عايز اقول لك ان دي مش امنيتي لوحدي، امنيه كل مصري انه يعرف يتكلم في بلده بحريه وياكل طبق فول ويعيش ويبوس ايد امه وايد ابوه. الله اعلم في ناس اصلا ابوهم وامهم ماتوا ما نزلناش جنازاتهم حتى. فربنا يا رب يرجعنا بلدنا ويحفظ بلدنا ويخليها احسن وافضل بلد في الدنيا والعالم، واحنا اللي هنقول ده مش حد غير